نورنا يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن شوبير. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. كله حلو تمام التمام؟ كله تمام. ست النايب ولا الكابتن؟ كابتانو. كابتانو ها؟ تحب الكابتن؟ جدا. احنا كلنا يعني مهما وصلنا لمناصب او القاب لكن حته الملعب دي طبعا لا تعوض. اه طبعا. اه عشت معظم حياتك في الملعب يعني احنا بدات كوره 8 سنين. 8 سنين سنه 8 سنين. 8 سنين. بدات فين؟ في بياله في كفر الشيخ. كده رحت الاهلي عند 14 سنه. من 14 جيت سنه. جيت من بياله كده لوحدك؟ لا مش لوحدي طبعا. كان في كابتن ميمي الشربيني وكان في حد طبعا في كفر الشيخ. لا شافوك ازاي؟ شافني كابتن رفعت الزواوي من كفر الشيخ. وبعد كده هو كان كابتن شربيني بيدربه في دمياط. كان لعيب. أيوه. برضو رفعت الزواوي كان لعيب كوره يعني في بيلعب في دمياط. وبعد كده كابتن شربيني كان مدربه. فكابتن شربيني كان مدير قطاع الناشئين ساعتها في مزبوط. الفتره دي. فكابتن رفعت ترشحني ان انا اروح اختبارات النادي الاهلي. جيت وانا عندي 14 سنه النادي الاهلي. واعتزلت 38 سنه. فقعدت يعني 20 سنه جوه النادي الاهلي. يعني خروجاتك توتنهام، ليرز البلجيكي، النصر السعودي، كل ده كان بتبقى عباره عن محطات سريعه لكن العوده تاني للنادي الاهلي. وانت بره كان دايما النادي الاهلي في خيالك في بالك، مش قادر يعني تتخيل حته البعد عن النادي الاهلي؟ اكيد طبعا كنت على اتصال دايما بالنادي. اي اجازه في اجازه كنت بنزل القاهره، كنت بروح على طول على النادي الاهلي. بتمرن باستمرار في مع النادي. كان طبعا مانويل جوزيه كان بيسمح لي ان انا اتمرن مع الفرقه باستمرار. مفيش اجازه غالبا يعني تقريبا جيتها من غير ما اتمرن مع النادي يعني. فدايما كان ارتباط حتى وانت في توتنهام؟ طبعا كان ارتباطي بالنادي كبير جدا. كنت دايما برجع الرابطه دي. لا انا اصلا قبل الملعب في الاهلي اهلاوي شديد يعني، اللي هو بعيط بالدموع لو الاهلي خسر وبتأثر طبعا قبل ما العب في النادي الاهلي. فانا اصلا اهلاوي. فلعبي في النادي وارتباطي بالناس وارتباطي بالجمهور واللعيبه وبنيت شخصيتي كلها جوه جدران النادي الاهلي، فطبعا ارتباط ابدي يعني. وانت صغير كنت متخيل انه مسيرتك هتبقى كده؟ ما كنتش متخيل كده، بس كنت بحلم دايما بكده. تحلم دايما؟ كنت بحلم بكده يعني. عارف حضرتك احلام اليقظه دي، ان فكرك دايما باستمرار. كنا بقى في يعني اي رحله، اتوبيس، في عربيه وانت رايح مسافر، فدايما تفتكر بقى انا بعمل ايه وعايز العب في الاهلي واحترف واخد جوائز فرديه. ده وانت بيلا وانت عيل صغير. وانا عيل صغير. وفضلت معايا باستمرار وانا كبير يعني. كنت يعني في اثناء سن المراهقه الناس تسمع اغاني تفتكر بقى بتحب وحبيبه وبتاع. انا كنت بحلم واتخيل الكوره في دماغي واحقق بطولات ازاي مع النادي الاهلي. مع النادي الاهلي او عامه كجوائز فرديه واحترام. بس من خلال النادي الاهلي. من خلال النادي الاهلي طبعا. طبعا يعني. انا جيت الاهلي كان عندي تقريبا 15 سنه او 16 سنه. كان كابتن محمد رمضان هو مدير قطاع الناشئين. نعم. وعملوا دمج للفرق. مظبوط. فدمجوا حوالي اربع فرق في فرقتين هيلعبوا دوري منطقه ودوري جمهوريه. انا قلت الناس حواليا انا لو قعدت السنه دي كمان سنتين بالظبط العب فيرست تيم في النادي الاهلي. وانت صغير كده؟ وانا عندي 16 سنه. كان اصلا منافسه صعبه جدا يعني. كان في نجوم كبار قوي واكبر مني في السن. كان دمج فريق 81 و80 و79 و78 و77 اللي هم يعني جيل اكبر منا بكتير في فرقتين بس. يعملوا فرقه سوري يعملوا فرقه واحده يلعبوا بطولتين. فالحمد لله تم اختياري وقعدت. وبعد سنتين لعبت. تم اختيارك بصعوبه ولا ما كانش فيه مشاكل يعني؟ كنت مهدد ان انت تمشي من النادي؟ كنت مهدد طبعا. فعلا؟ طبعا. كان منافسه شرسه يعني. بس انا كان اللي شفع لي ان انا صغير في السن 16 سنه وبادي وبنافس مع اللعيبه كبار ولعيبه تقال يعني في النادي الاهلي بالشكل ده. كنت محظوظ بالكابتن شربيني اكيد طبعا. كنت محظوظ تاني؟ كنت محظوظ تاني بمحمد رمضان؟ ولا مين من المدربين؟ من المدربين في النادي الاهلي؟ يعني الكابتن ميمي الشربيني كان عامل لي دعم في النادي. بس هو ما طولش. ما طولش قعد سنه ومشي.
انا كنت محظوظ بالناس اللي موجوده كلها يعني. كابتن طارق سليم كنت محظوظ بيه جدا، كابتن علي عبد الصادق كنت محظوظ بيه جدا، كابتن مختار، كابتن شطه دربني برضو كنت محظوظ لا مين بيه جداً. مين قال الواد ده جاي؟ كلهم كانوا بيقولوا ده الواد ده جاي، بس كان في شويه ضغط باستمرار عليا عشان يعني يطوروا من ادائي يخلوني احسن. بس اول حد قال ده هيلعب فيرست تيم تقريبا الدكتور عمرو ابو المجد. دكتور عمرو ابو المجد واللي رشحني ان العب فيرست تيم كان عم جمعه سرحان، طبعا حضرتك عارفه يرحمه طبعا، وكل الناس اللي متربيه في النادي الاهلي. جمعه سرحان ده يا جماعه كان اداري كل فرق الناشئين، راجل الاسمراني النوبي الجميل اللي افضله على الجميع. بالظبط، اجمل واحد من اجمل الناس في النادي الاهلي، في الشخصيات النادي الاهلي طبعا ربنا يرحمه يعني. ده راح قال للناس في الفيرست تيم وده في الدرجه الاولى ان عصام غالي ده لعيب كويس في الناشئين، عندنا لعيب كويس سنه وانا عندي 18 سنه 18 سنه والدكتور عمرو بالمجد زكى الموضوع ده وفعلا طلعت وانا عندي 18 سنه فريق الاول مع راينارد سوبل. الدكتور عمرو ده افضله علينا جميعا طبعا يعني. طبعا امتى حسيت ان حلم الولد الصغير حسام غالي قرب يبقى حقيقه؟ من اول ما اتصعدت. من اول ما اتصعدت من اول ما اتصعدت يا كابتن، انا شخصيتي ما بقى يعني عندي اصرار رهيب يعني. انا كنت يمكن انا حكيت المواضيع دي، الناس تحب تسمع تاني. حكيت المواضيع دي قبل كده، بس انا كنت بخاف اطلع على عارف حضرتك لما بتلعب تجري وتعمل مجهود بتتعب او بتنهج شويه، انا كنت بخاف انهج لحد يقول لي الواد ده مش كويس تعبان اركنوه او نزلوه تحت للدرجه دي. فكنت عندي اصرار ومركز جدا في الكوره ان انا ان شاء الله ابقى حاجه كويسه، وكنت بلعب بتعب على نفسي جدا يعني. من اول انا عندي 15 سنه طبعا كنت كابتن محمد ابو العيله بوجهه برضو الشكر من خلال برنامج حضرتك هنا، انا كنت بايت في الجيم عند الكابتن ابو العيله من وانا عندي 15 سنه. فلعيب صغرك كده وانت صغير بتروح الجيم؟ كان النادي جايب لك سكن في مدينه نصر. كنت في مدينه نصر وكنت بروح الجيم ولا باستمرار. قعدت في الاستراحه الاول شويه؟ لا قعدت، انا قعدت كتير قوي. قعدت كتير قعدت في المانيال شويه، قعدت في مدينه نصر شويه. في المانيال في سعيد ذو الفقار برضو؟ مش فاكر. لا يعني اسمه ايه؟ عند سينما فاتن حمامه. اوكي. عند الروضه. ايوه. وفي مدينه نصر شويه، قعدت طبعا في استراحه الناشئين بعد ما عملوها في عهد الكابتن محمد رمضان. نعم. قعدت شويه لغايه ما اتصعدت فيرست تيم، وبعد قعدت في الدقي، قعدت في حتت كل كتير. ده قعدت بتلف. قعدت الف في القاهره. كنت لوحدك ولا الاسره جت؟ لا كنت لوحدي يعني، اسرتي جت بعد ما ابويا توفى الله يرحمه. جم. الوالده بقى والباقي اخواتي اخواتي كانت اختي كانت بتدرس هنا في في القاهره، فكانت جنبي باستمرار يعني. الحاجات دي صنعت شخصية حسام غالي؟ أكيد 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 طبعا. اعتماد على نفسك من وانت عندك 14 سنة، مفيش حد حواليك، مفيش واسطة، مفيش حد يوجهك. فبتاخد كل حاجة انت بقى يعني بتتعلم المواقف اللي بتتعرض لها باستمرار. تتمرن في مدرب انت مش عاجبه، بتكتم. حصل في مدربين أنا كنت كتير جدا. انا كنت بطلع تقسيمات الناشئين، كنت بطلع بره التقسيمات، ما كنتش بخش. كنت ببكي بالدموع وانا بلف الملعب يعني، اللي هو عايز العب كوره. تقسيمه الناشئين الفرقه اللي انت فيها انت مش موجود في ال22، مش موجود في ال22، تعيط وانت بتلف وانا بلف يعني. يسال عن الكلام ده الكابتن كمال عبد الواحد. فلا كان ابو عمر كمال عبد عمري جميل. بالظبط. كان ساعتها ماسك في النادي الاهلي في الناشئين، خلي بالكم. صح. ما خدتش حاجه سهله يا كابتن شوبير يعني، كان الموضوع صعب جدا جدا يعني. وما استسلمتش وما زهقتش، وكنت بحط كل همي في التدريب، ازاي اطور من نفسي يعني. طفل جاي لسه مع طفل. يعني عندي موهبه. ربنا اداني موهبه. انت عارف، انت حاسس ان عندك موهبه. الحمد لله يعني. عندي موهبه والناس اللي حواليا بتقول يعني جدا. لكن في الموهبه لوحدها مش كفايه بقى. في حاجات كتير لازم تعملها عشان توصل. زي ايه؟ لا تتمرن كويس جدا وتعوض بقى النواقص اللي كانت عندك. انت جاي من بيله ولا في فتنس ولا في جيم ولا في تكوين عضلي ولا في حاجه فطريه. مفيش الكلام ده، انت حريف بس يعني. بس بيقولوا انك حريف. بيقولوا بيقولوا انك حريف. بيقولوا ان انا حريف بس.
فكل ده بتشتغل على نفسك من اول وجديد. يعني كنتش مكنتش راضي او انا مكنتش مكتفي ان انا لعيب موهوب بس. لا، عايز ادافع كويس، وعايز ابقى قوي، وعايز ابقى سريع، وعايز ابقى عندي جامب عالي، عايز كل ده. فبدات اشتغل على نفسي من وانا صغير لغايه ما الحمد لله ربنا كرمني وعملت كارير كويس الحمد لله.